بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، إن هذا المستوى المتبع في الحلقات القرآنية يدعو طلابها ليكونوا أكثر تألقا ورحابة وتميزا ليرتقوا إلى أعلى الدرجات. كيف لا والطالب يعلم أنه إذا أتقن تلاوة القرآن تلاوة مجودة صحيحة كان مع الملائكة، وهذا ما أكدته الأحاديث النبوية المتوالية والتي تعد منهجا قرآنيا يؤكد على هذه القاعدة.